Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيراً لأتعاب المحامين. والآن مكتب المحامية جمانة كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجاناً، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جمانة كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. برنامج Your Rights مع المحامية جمانة كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. سعدتم أوقاتنا أحبائي المستمعين في كل مكان، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج Your Rights مع المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس على الهواء مباشرة. اليوم المحامية جمانة كيروز غائبة عن البرنامج، نتمنى لها كل التوفيق وإن شاء الله تكون معنا بكرة في حلقة جديدة من هذا البرنامج. إذن على مدى ساعة كاملة المحامي سام سيف يستقبل اتصالاتكم ويجيب على أسئلتكم المتعلقة بالهجرة والتجنس في أرقام الاستوديو، وهي 313-769-6666-519-256-1023. أما رقم الهاتف في مكتب المحامية جمانة كيروز للاستشارات، ما عدا في مجال الهجرة والتجنس فهناك استشارات يعني برسوم بسيطة تختصم أو تخصم بالأحرى عندما يتولى المحامي سام سيف هذه القضايا. أما الاختصاصات المتبقية في مكتب المحامية جمانة كيروز فهي يعني فيها استشارات مجانية. رقم الهاتف هو 248-557-3645. المكتب يتعامل مع قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، قضايا الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، الضمان الاجتماعي. أيضا نذكركم بقناة جمانة كيروز على اليوتيوب. كل برامج وكل حلقات برنامج Your Rights يتم إعادة بثها على اليوتيوب وعلى قناة جمانة كيروز. كل ما عليكم هو المشاركة فيها والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تحياتنا لكم جميعا. إذا نرحب بك سام في هذه الحلقة من برنامج Your Rights. مرحبا رامي ومرحبا للمستمعين اللي ويانا اليوم. تحياتنا لك سام، أهلا وسهلا وسعداء بلقائك مرة أخرى. كالمعتاد سام نسألك عن التغييرات، عن التطورات قبل ما نأخذ اتصالات مستمعينا على الهواء. نعم شكرا رامي، بس أعرف عندنا يعني شخص خابر منتظرنا، فرح أسوي المستجدات تكون قصيرة. أول شيء الـ USCIS سوت redesignation للأشخاص من يمن بغرض الـ TPS الـ Temporary Protected Status، فمعناته أي شخص عنده TPS وهو يمني citizen رح يقدر يجدد الـ status مالته لحد مارش 2023، فجددوها سنة وست أشهر إضافية، بس لازم يقدمون من جولاي 9th 2021 لحد September 7th 2021. هاي تكون الـ re-registration period. كلش مهم أنه يقدمون التجديد مالتهم خلال هاي الفترة للأشخاص اللي ما مقدمين قبل وهسه يعني يستحقون يقدمون إذا كانوا بالولايات المتحدة بالوقت اللي هذا القرار طلع، راح يقدرون يقدمون أول application initial application يسموه خلال هاي الفترة كلها،
من سبتمبر 4 2021 لحد مارش 3 2022. فهاي الفترة كلهم كلها يستحقون يقدمون ال initial application. بس الأشخاص اللي عندهم TPS عندهم فترة 60 يوم بس يقدمون على التجديد. فهذا هذا القرار هو يخص اليمنيين فقط صح؟ صحيح. نعم. صحيح. هذا temporary protected status لليمنيين بس. طبعا الـ temporary protected status هو نوع الـ immigration benefit يخلون الأشخاص يجوز خسروا الـ status مالتهم لو خلص الـ status، لو يجوز دخلوا الولايات المتحدة بشكل مو قانوني، لو حتى لو إذا عندهم status ويتوقعون رح يخلص الـ status وما يقدرون يجددون عليه، لو يقدمون على غير immigration benefit يقدرون يقدمون على الـ TPS. رح الحكومة تعطيهم رخصة يبقون بالولايات المتحدة بشكل قانوني ويعطوهم رخصة عمل. طبعاً أجن هاي بس لليمنيين وغير يعني الدول اللي بس يقبلون عليها TPS، بس احنا بدنا نحكي بس على اليمن. ويعطوهم رخصة عمل لهاي المدة، وإذا تستمر تجددها الحكومة الأمريكية راح بعدين يقدرون يجددون يبقون بالولايات المتحدة. الخبر الثاني اللي ريد نتكلم بيها اليوم خبر جيد للأشخاص اللي عايشين لو عندهم أهل بكندا. الخبر أنه الكنديين أول شيء، والأشخاص اللي عندهم إقامة بكندا، لو غير أشخاص عندهم غرض يدخلون كندا يسموهم essential travel، رح إذا هم vaccinated COVID vaccinated fully يعني كامل ماخذين كل دوس مال فايزر وموديرنا، لو دوس واحدة مال جانسون اند جانسون ومنتظرين أسبوعين وراها، رح يقدرون يدخلون كندا بدون ما يعني يبقون بهوتيل أسبوعين، لو إذا طاروا لو أخذوا الطيارة ونزلوا بكندا ما لازم يبقون 3 أيام بهوتيل. فهذا بدأت قبل أسبوع حوالي وراح يستمر. والخبر هم جيد اللي نضيف لهذا، ما نعرف كل التفاصيل بعدنا، بس نعتقد أنه بداية جولاي 21، فبعد حوالي 9 أيام جولاي 21 يجوز الريستريكشنز، باقي الريستريكشنز بين الولايات المتحدة وكندا ينهوها، لو على الأقل يقللوها. فرح الناس يقدرون إن شاء الله يطبون ويطلعون من كندا وأمريكا بسهولة، ويجوز ينهون الكوارنتين إذا هم عندهم ماخذين الفاكسين. نعم نعم. سام خلينا ناخذ اتصال من أم توني، وبعد نكمل بعد الاتصال نكمل حديث معك عن آخر تطورات في قضاء الهجرة والتجنس، ونذكر مستمعينا بأرقام الهواتف للي حابين يشاركونا على الهواء وطرح الأسئلة على المحامي سام سيف المختص بقضاء الهجرة والتجنس. 313-769-6666 519-256-123. أم توني مساء الخير. حبو. مرحبتين، عذرا خليناك تنتظرين على الخط. لا ما في مشكله، شكرا كثير لك. شكرا. انا بس حابه احكي مع السيد سام اساله سؤال. تفضلي. نعم اهلا. انا سوريه ومقدمه اسايلم من 2014، وبعدين اجى جوزي وانضم معي بالابلكيشن. هلا هو سوري بريطاني، هو هلا رحلوا لانه صار في دوميستيك فايلنس ورحلوا، فانا بقيت وعملت الانترفيو تبع الاسايلم، بس انا ارتفضت من الاسايلم وحولوني هلا على المحكمه، بس لهلا ما عملت المحكمه. هلا سؤالي، انا سمعتك قلت انه هداك النهار انه انا فيني اقدم اذا صار معي دوميستيك فايلنس، انه انا فيني اقدم اسايلم عن طريق الدوميستيك فايلنس، بقدر هيك قدم ولا لا؟ لأنه أنا مقدمة أسايلم، يعني هي مال يعني ما بعرف بتأثر ولا شلون. السؤال مالتك شوية complicated، لأنه الدوميستيك فايلنس الظاهر صار ورا ما إجا للولايات المتحدة، ما صار بالبلد اللي كنتي من سوريا، صحيح أنت قلتي؟ أنا من سوريا. إيه، وهو من نعم. سوريا، بس هو بريطاني كمان، فهيك اللي رحلوا على بريطانيا. أوكي. فشوية complicated الجواب، لأنه الشخص اللي قدم
على لجوء، راح يطلب من الحكومة أنه تطيل لجوء، لأنه يقول ما يقدر يرجع البلد لهذا السبب. إذا أول سبب مالتك كان يعني أسايلم، خلينا نقول للسياسة، وبعدين تريدين تغيري للدوميستيك فايلنس، راح يسألون زين يعني شلون تقدرين تثبتين أنه الحكومة ما راح تساعدك بال إذا هو يحاول يأذيك لما ترجعين للبلد. وهي هاي واحدة من الريكويرمنتس، أنه البلد ما تساعد بهيك أنواع القضايا، فهاي راح تكون صعبة عليك. بس مو معناته ما تقدرين، طبعا محاولة تقدرين تحاولين تضيفين هالنوع الأسايلم لما توصل قضية للمحكمة وتسوين الماستر كالندر هيرينج، راح تقدرين تضيفيها ويعني تحاولين تقدمين القضية بشكل يجوز تنجح. تمام، يعني ما يعني مثل إضافة هي بعملها على الأسايلم تبعي اللي مقدمته، بعملها نعم. إضافة. نعم، الشخص اللي قدم على اللجوء وبعدين يسوي الانترفيو ويحولون الملف للمحكمة، راح يقدر بعدين يقدم على updated لو يعني تغييرات يسوي بالأسايلم application، راح يحقه يسوي هاي التغييرات قدام القاضي. فبالوقت اللي تروحين على الماستر كالندر هيرينج تقدرين تقدمين أسايلم application جديد لو updated، وبهذا الوقت تقدرين انت تضيفين الدوميستيك فايلنس أسايلم issue. تماما، يعني انا عندي هلا الماستر اوف هيرينج بنوفمبر 5 بالمحكمه، على اساس انه بالمحكمه. هلا انا بعد ما بشوف القاضي بضيفه، يعني مو هلا اضيفه، بعد ما اشوف القاضي بعد الماستر اوف هيرينج. وتعتمد على القاضي، بس افضل انه بالماستر كالندر هيرينج تقدمين الاي 589 ابلكيشن. ذاك الوقت القاضي راح يريد يشوف اذا اكو تجديدات، بس اكو يعني judges يقبلون على التغييرات تصير وراء الماستر كالندر هيرينج. تمام. هلا انا قدمت كمان على اليو فيزا، يعني انا زادت كل شيء تقارير طبيه وكل شيء من البوليس ريبورت وكل شيء، وقدمت عليها، بس لهلا ما صار شيء. يعني لهلا ما صار شيء، صار له شيء 3 سنين تقريبا. نعم، اليو فيزا حاليا يطول حوالي 5 سنين، ويريدون يسوون تغييرات لليو فيزا لأنه الوقت كلش طويل لحد ما يعني تحصلين أي شيء منها. واحدة منهم أعتقد راح تطلع تغييرات على الأشخاص اللي مقدمين يو فيزا على مود يحصلون رخصة عمل قبل وقت، بس أعتقد أنه لأنه أنت عدتش الأسايلم أبليكيشن pending، أكيد عدتش رخصة عمل، فما راح تحتاجين رخصة عمل جوا اليو فيزا. تماما، ان شاء الله اليو فيزا يعني تطلع، بس يمكن اذا رفضوني الاسايلم بيرفضوني اليو فيزا. نو، وحده ما لها غرض للثانيه، كل وحده القضيه بحدها. اليو فيزا بها ريكويرمنتس لوحدها، اذا تستحقين يو فيزا راح تقدرين تحصلين يو فيزا. بس اكو فشي واحد يقدرون يرفضون اليو فيزا بسبب الاسايلم، واذا هم فكروا الاسايلم ابلكيشن مالتك الكلمه بالانجليزي يسموها frivolous، يعني القضيه مو حقيقيه، القصه مو حقيقيه، بذاك الوقت يلا يقدرون يرفضون اليو فيزا. بس اذا ما عندك هاي المشكله، بس المشكله كانت انه القضيه مو قويه وما تستحقين اللجوء لهذا السبب، ما رح يأثر على اليو فيزا. تمام. وفيني أطلع أنا برات البلد وبعدين أرجع وتجيني اليو فيزا؟ لا، حالياً ما تقدرين، عندك رفض للأسايلم أبليكيشن بالإنترفيو ستيج، فلازم تنتظرين لحد ما تحصلين جواب قبل لا تقدرين تسافرين. تمام، يعني هلا انا ما بقدر اقدم. هلا انا قدمت على التي بي اس، قلت لحالي بس اقدم على التي بي اس بقدم على الترافل دوكيومنت، لانه انا ابي كثير صار لي شيء 9 سنين وهو وضعه الصحي ابدا ما له منيح. نعم، كتي بي اس هولدر تستحقين تاخذين ترافل دوكيومنت تسافرين بها، ادفانس بارول يسموها. بس المشكله شنو؟ اذا عندك الجواز مالت تساقط، انت على مود تجددين الجواز مالتك السوري
على مود تسافرين راح تأثر على قضية اللجوء مالتك، لأنه راح يعني تسألين الحكومة السورية تعطيك جواز ثاني، فهذا راح يأثر على قضية الأسالم بالمحكمة، وبالتالي بيأثر على اليو فيزا كمان ولا ما له علاقة؟ يأثر على اليو فيزا، نو ما راح يأثر على اليو فيزا، بس على اللجوء. اللجوء. طب وأنا بقدر أقدم على travel document بس وقت يجيني الريسيت تبع التي بي اس، ولا لازم يكون موافق على التي بي اس؟ لازم يكونوا موافقين على التي بي اس، مو بس الريسيت نوتس. تماما. أوكي. شكرا كثير لك، شكرا. يعني أنا فيني كمان أقدم بالإضافة للأسايلم بوقت الماستر أوف هيرينج، أو يعني وقت القاضي. صحيح. تبع الأسايلم تبع الدوم الثاني. طيب أم توني شكرا جزيلا، ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. نذكر مستمعينا معنا المحامي سام سيف المختص بقضاء الهجرة والتجنس من مكاتب المحامية جمانة كيروز، يستقبل اتصالاتكم ويجيب على أسئلتكم المتعلقة بالهجرة والتجنس على الأرقام 313-769-6666-519-256-1023. أيضا على فكرة على الواتساب بإمكانكم المتابعة وأيضا المشاركة من خلال إرسال الأسئلة النصية عن طريق التكست أو عن طريق الصوت أيضا. الرقم هو 313-327-7074. معنا سؤال سام على الواتساب، نتمنى إن شاء الله يعني يكون بإمكاننا نسمع المسج على الهواء، نستمع للمسج. هاي مرحبا. I have a question regarding the visa. My mom applied for my uncle's back in 2006 for a relative visa I-130. Is it on the priority date approval in 2009? Last week كان عندهم موعد بالسفارة بلبنان، وعملوا المقابلة مع السفارة الأمريكية بلبنان، كل شيء تمام. طلبوا من خالي إنه كرمال الجوينت سبونسر اللي عنده الانكم لو، طلبوا منه another joint sponsor يكون عنده انكم يعني عالي ليقدر يعني يكفي شو اسمه خالي وولاده. وخالي الثاني انه قصة كمان ورقة انكم تاكس 2020 كانت ناقصة، بس قالوا له انه عبيها وبعتنا اياها بالدوكيمنت اونلاين، ونحن بنعطيكم خبر بتعطونا الباسبورات لنعطيكم الفيزا. انا سؤالي انه خالي عنده بنت عمرها 22، وخالي الثاني عنده ولدين، واحد عمره 22 والثاني 23. هلا انا بعرف انه جورج بوش عمل قانون انه بيحمي الطفل، انه اذا كبر بالعمر لما الاهل ناطرين الموافقه من الام في سي بيحمي الولد. هلا انا حسبت البريوريتي ديت بيطلع انه عنده 3 years difference، اذا بتنقصها من عمره يعني بيطلع عمره يعني شيء 20 تقريبا. يعني سؤالي انه بيعطوهم فيزا هل بيكونوا فوق ال 21 بعدهم تحت ال 25، يعني بين ال 25 و 21 بيعطوهم فيزا؟ طيب كان هذا السؤال من احد المستمعين على الواتساب. سام اعتقد سمعت السؤال ولا كان عندك صعوبه في الاستماع للسؤال؟ نو ما قدرت اسمع السؤال، كانت بس وشوشة بال بالصوت. طيب. فإذا تقدر بس مش مشكلة تسمع للسؤال وبس تسأل نفسه بالأير نقدر نجاوب ولا يهمك. ناخذ اتصال أحلام حتى نستغل الوقت بأقصى حد ممكن. أحلام على الخط، مساء الخير أحلام. يا مساء الخير. مساء النور، تفضل. بدي أسألك سؤال. أنا عندي ولد كان ساكن بأمريكا، قعد 14 سنة بأمريكا، وعنده 3 أولاد أمريكان بورن. أوكي. صار في مشكل هو ومرته، وأخذت الأولاد وفلت على لبنان بسنة 1997. أوكي. لحق هو حتى عشان الأولاد، كان مقدم على الجنسية وكان ناجح ومبصم، كان ناطر موعد حلفان اليمين، وبس صار المشكل قبل حلفان اليمين قبل السيريموني يعني فل على لبنان، وضلوا بالمشاكل هو ومرته وضل هونيكي يعني.
وعم بيقولوا انه راح عليه الجرين كارد. هو شاغل هون ودافع تاكس وعايش 14 سنة وولاده 3 امريكان وفي عنده ولد سبيشال نيد كمان امريكاني. هلا عم نشوف انه بيقدر يجدد الجرين كارد تبعيته ويجي فيها. ايش قد صار له برا امريكا؟ شو وقت طلع امريكا؟ بال 97 عم اقول لك بال 97 طلع من لبنان. اوكي. اي نعم. واطفال ايش قد اعمارهم؟ هلا اولاده صار عمرهم 15 و 13. عنده 3 اولاد، في توم عمره 13 وفي ولد عمره 15 هذا سبيشال نيد. اوكي بس اذا هو طلع برا امريكا ب 1997 شلون الاطفال مولودين بامريكا؟ يعني هيز اكس وايف موجوده بامريكا؟ لا انا غلطانه. هلا هو طلع هن ولدوا بامريكا وكانوا قاعدين بامريكا. ما عم اقول لك هم والدين بامريكا وقعدوا بامريكا. ايه بس ايه ايه امريكان بورن، هن امريكان بورن. اوكي اوكي. الجرين كارد مالته يعني ما يقدر يجدده لأنه طالع برا البلد من 1997 فما يستحق يسترجعه. لما كمل الانترفيو مال ناتشراليزيشن بس وقبلوه بس بعدين ما راح للسيرموني معناتها ما كمل الناتشراليزيشن ابلكيشن وبعدين يرفضوه لانه ما حضر السيرموني. يعني راح يرفضون الابلكيشن مالته، لازم يقدم من جديد. وهو بعدين فل وبقى برا الولايات المتحده اكثر من سنه، ويعني هسه صارت 24 سنه. فالطريقة الوحيدة اللي يقدر يحصل لا على 24 سنة. هلأ هو له شي 12 سنة، شي 12 سنة ما يخالف، حتى لو 12 سنة ما يفرق. هو أكثر من سنة بقى برا أمريكا، ف يعني ما رح يقدر يسترجع الجرين كارد بس إذا أولاده يصيرون 21 سنة عمرهم ويقدموا له على معاملة لم شمل. اوكي، يعني ما في مجال هلا نرجع انه محامي يستلم له، انه كان في اضطراري مثلا انه يفل من هون عشان اولاده اخذتهم شي كدناب هيز كيدز وراحت فيهم على لبنان واضطر يلحقهم. يقدر يعني يقدر يحاول يقدم على فتشي ريتيرنينج ريزيدنت فيزا. المشكله شنو؟ المشكله انه ما يحتاج 12 سنه يحاول يحل هاي المشكله. ف يعني حتى لو اذا قدم عليها راح يقول له زين ليش ما رجعت قبل هذا الوقت؟ ليش طولت 12 سنة؟ اوكي شكرا. يعني بس بقى يصير اولاده بعمر يقدروا يقدموا له بيقدموا له واول ما يصيرون 21 سنة عمرهم. اوكي ثانك يو سو ماتش. شكرا احلام، كل التوفيق يا رب. تحياتنا لك. اذا اخذ اتصال اخر، محمد على الخط. مساء الخير محمد. اهلا، مساء النور، كيف الحال مستر؟ تفضل. اهلا وسهلا على الهواء. اهلا وسهلا مستر سام، كيف الحال؟ الحمد لله، شلونك انت؟ الحمد لله بخير مستر. مستر اني جيت بال 2012 سبيشال اميجريشن فيزا وبقيت ال 2015 ورجعت للعراق، وبعدين رجعت 2019 على ميشيغان، ومن 2019 لحد الآن باقي ميشيغان. من اجيت بالجرين كارت الأول عادي، يعني رقم الفيزا يشبه رقم الجرين كارت، لكن مرور الأيام أنا ردت أسافر أخطب الابني، رحت على مكتب حيدرة اللي قريب علينا، قال أنت الفيزا اللي بيجيت بها بال 2019 هي إميجرنت، الرقم يختلف عن رقم الجرين كارت اللي عندك مال 2012. فدخلوا لي على السيستم كاتبين انه انا صادر لي جرين كارت بال 2019، بس انا مستر سام لحد الان لا اعرف وين ولا ادري بي ولا اجاني، بس كاتبين اكزمت فروم بينج، يعني ما ادفع فلوس الجرين كارت الجديد. فبهالحالة يقولون أنت لازم تشتكي على دائرة الهجرة وتقولهم وين الجرين كارت مالتي وماي عائلتي. فأنا ما أعرف شو أسوي صراحة، لأن ما أعرف أدخل على السيستم مالتهم.
اوكي فشي واحد ما افتهمته، انت لما رجعت ب 2019 رحت 15. للسفاره العفو رحت للسفاره وسالت على نوع الفيزا يسموها returning resident visa SB1 كاتبي لي بالجواز SB1 صحيح. هاي الريتيرنينج ريزيدنت فيزا هاي يعطوها للاشخاص اللي بقوا برا الولايات المتحده اكثر من سنه وهم كان عندهم جرين كارد وكان عندهم سبب ليش بقوا اكثر من سنه وهسه يريدون يرجعون. فانت قانونيا يعني حصلت immigrant فيزا ورجعت وما عندك اي مشكله. المشكله الوحيده تكون انه انت ما محصل green card صحيح؟ ما حصلت الـ هو الفيزيكال green card. الفيزيكال green card الجديد اللي من 2019 ذاك القديم انا مضموم عندي مال 2012 بالبدايه دخلت هم ما راح يدزوا لك green card جديد. انت رجعت استمريت على الجرين كارد اول واحد اللي دزوا لك اياه. الفيزا نمبر اللي طوك اياها بالاس بي 1 راح تفرق، هذا بس رقم الفيزا، هذا مو رقم الجرين كارد لو الالين نمبر مالتك. فهذا بس يخليك تدخل الولايات المتحده بشكل قانوني. فانت ما عندك مشكله، انت تقدر تسافر برا امريكا اذا تريد تستعمل نفس الجرين كارد اللي طوك اياه اول ما دخلت ب 2012. يعني مستر مو هم يقولوا لي اذا طابقوه يختلف عن رقم هذا الفيزا الجديدة هيك قالوا لي بالمكتب. No, هذا غلط. الـ رقم الفيزا مو رقم الالين نمبر مالتك لو رقم الستاتس مالتك، هذا بس رقم الورقة لو اللي يسموها الفيزا فويل اللي حطوها بالباسبورت. هاي هي الالين نمبر مالتك يبقى نفسه، أبد ما يتغير هذا الالين نمبر. حتى لو إذا خسرت الجرين كارد ورجعت مرة ثانية قدمت على جرين كارد الالين نمبر راح يبقى نفسه، ما يطوك واحد جديد. فانت ما عندك مشكله، تريد تسافر استعمل الجرين كارد اللي عندك، اذا مو ساقط تقدر تسافر بسهوله وترجع للولايات المتحده. يعني اخطب انا راح اسوي خطوبه لابني ومنتظريني والامور كلها تخربطت علي. لا 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 تدير بال والف مبروك. الله يسلمك استاذ، اشكرك. الله يسلمك، شكرا. تحياتنا لك، شكرا على الاتصال ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. أرقام الهاتف في الاستوديو 313-769-6666-519-256-1023. معنا المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس من مكاتب المحامية جمانة كيروز. ونأخذ اتصال آخر، بان على الخط. مساء الخير بان. مساء النور، كيف الصحة للجميع؟ أهلا وسهلا، تفضل أنت على الهواء. أهلا وسهلا. سؤالي، قدمت الأختي back in 2010 على معاملة سحب الأخت والأخ. في 2015 رجعوا لي قبول من الناشونال فيزا سنتر. بعدها استلمت رسالة إذا أحب أغيره إلى لجوء للعراقيين والسوريين. قدمنا معاملة وقبلنا التحويل الهجرة إلى لجوء. بعدين خابروها من عمان، قالوا لها انت حصلتي الموافقه. بعدين صار 2016 وقف هذا اللي هو P1 P2 I-130 وقف. الموضوع الى هسه سمعت خبر انه فتحت شهر السابع. شنو الخطوات اللي اقدر اسويها؟ بدنا نحاول نتصل بعمان، ما ينطونا اي جواب او ايميل، يقولون ما عندنا اي معلومات. وهنا من يمنا يقولون انه موضوعكم خلصان من جهه اليو اس سي اي. شنو اللي ممكن اسويه حتى نحرك المعامله؟ اول شيء كانوا يحكون بفتح البي 1 بي 2 بروجرام للاشخاص اللي عندهم اي 130 وبعدين حولوهم للجوء لو بدوا اجراءات اللجوء. المشكله شنو؟ المشكله انه اكو اكثر من 100,000 قضية للجوء ويا اليون، وقفوهم ودي يسووا لهم investigation، وهذول بس العراقيين. والمشكلة كانت بسبب الفراد. فحتى لو إذا أكو فيزاز موجودة حاليا دي يسوون investigation لهاي القضايا وما نعرف إيش قد راح تأخذ، فما راح تقدرين تحركين القضية حاليا. يعني هم لأنه لما اتصلوا عليها back in 2015
بعمان، سألوها واستفسروا منها ومن كل شيء، منها ومن زوجها ومن أولادها وعملها، ويعني سووا إياها بحث كامل. فأنا فكرت أنه خلص الموضوع يعني انتهى بعد هذا الشيء. هو هذا من السفارة أو من اليو أن؟ نعم، هو المفروض خلاص، بس قبل حوالي سنة خبر حكينا بآخر مرة أنه لقوا أشخاص سووا فراد بحوالي 4000 قضية للعراقيين. نعم. فراد بالقضية مالتهم، فبدوا يسوون investigation لأكثر من 100,000 قضية، يشوفون إذا هذا نيتش القضايا هم بيهن فراد. نعم. أكيد هم مو كلهم، معظمهم ما بيهم فراد، بس راح يتشيكون وما نعرف إيش قد راح تأخذ هذا الوقت. إضافة نعم. على هذا الشيء، أي شخص كانت متوقفة القضية مالته أكثر من سنتين لازم يسوون تشيك أمني جديد قبل لا يقدرون يعطون موافقة. نعم. والتشيك الأمني هم يأخذ مدة معينة، ويبدي أول ما يبدون يعني مستعدين يعطون approval على القضية. طيب بهالحالة آخر سؤال لو سمحت، بس أنه هم رح يتصلون بيها من عمان، رح يبقى الاتصال والتواصل من عمان؟ أكيد أكيد رح يكون من عمان. هي رجعت للعراق لو باقي بعمان؟ لا هي رجعت، هي بالعراق، لا هي بالعراق، بس هم قالوا لها أنه اتصلنا بيك من عمان لأنه سفارة العراق مسدودة، فمن ذاك الوقت هم الاتصالات عن طريق عمان. وأنا أصلا ما أعرف هو الاتصال كان من IOM أو من UN أو من السفارة، إحنا ما نعرف أي جهة هي اللي اتصلت يعني وسوت التحقيق صراحة. نعم أكيد هو نفس المكتب راح يرجع يخابرها. يعني إذا القضية باقية وياهم من جهتي ما أقدر يعني من جهتي ما أقدر أسوي شيء هسه. نو أنتوا دائما تقدرون تدزون إيميلز وتحاولون تخابرون تستفسرون، بس حاليا ما أعتقد راح تحصلون أي جواب. طيب شكرا جزيلا. شكرا بان على اتصالك ونتمنى لك كل التوفيق. قبل ما ناخذ اتصالات على الهواء، في عندنا سؤالين على الواتساب. سام، سؤال يقول هل عند تجديد الجرين كارد هل البيومتريك بروسس او هل الطبع الاصابع يعني راح تكون مطلوبه، وهل الشخص لازم يروح مره اخرى ويقوم بهذه العمليه اثناء تجديد الجرين كارد؟ عادة الجواب نعم، أنه عادة يسألون على بايومتريكس، واحد يروح لازم يسوي البايومتريكس، وهو أي شخص يقدم على الفورم I-90 لازم يكون بداخل الولايات المتحدة لما يقدم. بس طلعت يعني تغييرات جديدة لأنه صار ضغط عالي على البايومتريكس بسبب كوفيد والديليز بسبب كوفيد، بدأوا يستعملون البيومتريكس العتيق مع الشخص. فإذا الشخص يريد يجدد ويسافر لهذا السبب ما يقدر يروح للبيومتريكس، لازم على الأقل يكون بالولايات المتحدة لما يقدم الـ I-90 بعدين يلا يقدر يسافر. إذا يقدم الـ I-90 ورا ما يسافر، لو يخلي شخص ثاني يدز الملف ورا ما يسافر، ما رح يحصل approval على الفورم I-90، ما رح يقدر يجدد الجرين كارد. فأهم شيء أنه يقدمه هو بداخل الولايات المتحدة، بس يجوز ما يسوي للبيومتريكس، مو أكيد بس احتمال عالي أنه ما رح يسوي لبيومتريكس جديد. حتى لو كانت الأوضاع يعني شوية استقرت أكثر من ناحية تفشي الفيروس ومن هذا القبيل، يعني حتى يمكن في الأشهر المقبلة يكون في تحسن أكبر. ونعتقد أنه هاي الباكلوغ راح تستمر لعدة سنة سنتين يجوز ثلاثة، واعتقد الـ USCIS راح تشوف راح يستفادون أنه ما يحتاجون الأشخاص يسوون بيومتريكس جديد لأنه موجود عندهم، ماكو أي سبب يسوون بيومتريكس جديد، فأعتقد راح يسووا هاي البوليسي بيرمننت. ممتاز. في عندنا سؤال آخر، احنا استمعنا لسؤال من مستمع الواتساب بصوته وصار عندك السؤال، إذا حبيت تعطينا جواب للمتصل اللي كان معنا على الواتساب. نعم السؤال راح أقرأ للهواء. يقول My mom applied for I-130 for two brothers and their families. One has four boys and the uncle has three daughters. She applied for I-130 back in 2006. يعني قدمت الـ I-130 بـ 2006 وطوهم approval ودزوا القضية للـ NVC بـ 2009.
كان عندهم المقابلة بلبنان الأسبوع الماضي للفيزا، كل شيء تمام، بس مبين شغلة الانكم والسبونسر من الأنكو مالتا، التاكس ريتيرن ما كانت ويا الورقة. سؤال طويل هذا. الأنكل راد يحط جوينت سبونسر لأنه أول سبونسر الانكم مالته قليل. فالسؤال إذا الـ US Embassy بلبنان تعطي الأنكل two sons visa, one is 22 years old and the other one is 23 years old. My other uncle daughter is 22 years old. Are they still protected under the Child Status Protection Act? Made into law, priority date is calculated 3 years. Okay, فالسؤال هو يكون على Child Status Protection Act. The Child Status Protection Act يخلي الأشخاص اللي مقدمين ويا أهلهم مثل هيتشي قضية F4 category لو F3 category يستمرون يجون ويا أهلهم حتى لو إذا عمرهم كان أكثر من 21 سنة بالوقت اللي يحصلون الفيزا. أكو عدة طرق، واحد يحسب إيش قد وقت يستفادون منه على مود يسوون كالكوليشن لعمرهم بالوقت اللي يحصلون الفيزا. بس السيمبل واي، الطريقة اللي يعني نقدر نفهم المستمعين بها، أنه الوقت اللي المعاملة تأخذ I-130 تأخذ من الوقت اللي يقدمون المعاملة هي الـ I-130 لحد الوقت اللي يسوون بها approval، هاي الفترة بين 3 سنين، هاي الوقت ينقصوها من أعمار الأطفال. فإذا واحد من الـ sons كان 22 سنة عمره هسه لما يروح يقابل على الفيزا راح ينقصون 3 سنين من عمره بالوقت اللي يريدون يطول الفيزا، وإذا 22 سنة نقص 3 راح يطلع 19 سنة، فمعناته يستحق الفيزا. إذا عمره 24 سنة نفس الشيء، نقص 3 سنين، تعتمد على بالضبط كم يوم، بس يجوز يصير 21 لو أقل من 21 تعتمد. فتنقص الفترة بين الـ I-130 الفايلينج والأبروفل، وبعدين يلا يستحقون يجون له. نعم. لو لا. إذا أرقام الهاتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023 للمشاركة معنا في برنامج Your Right مع المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس من مكاتب المحامية جمانة كيروز. ونأخذ اتصال من يزن. مساء الخير يزن. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا بيك، نعتذر خليناك على الخط انتظر شوية، أهلا وسهلا فيك، تفضل. لا ولا يهمك، الله يخليك. عندي سؤال بسيط، أنا قدمت على فيانسي فيزا K1 فيزا back in March 2020 and then I got approval from the USCIS December 2020. نعم. And then رحت لل NVC then to the embassy. I got the interview in April. بعدين رحت مع فيانسي عملت الانترفيو. Everything went smooth بس حطوها under administrative process. So it's been under the administrative process for more than 90 days. What can I do in this situation? And they don't give you any time frame ولا yes ولا any answer. Neither yes or no. Okay. لما رحت للمقابلة شنو مرات بالمقابلة راح يعطون هنت، راح يعطون يسألون أسئلة معينة، وراح يعني إذا تتذكر الأسئلة راح تعرف يعني شنو هي يجوز الأسباب اللي حطوها بالadministrative processing. بذاك الوقت تقدر تراسلهم ويجوز تعطيهم معلومات إضافية تساعد ب يعني تسرع القضية. كشكل ما طلبوا أي شيء، ما سألوا أي سؤال غريب أبدا ولا أي شيء، just under administrative process for no reason. Okay. وقدمت كل الأوراق. Yeah, كل شيء ضل عندهم، حتى they kept everything بس رجعوا الباسبور. نعم. الشغلة بالadministrative processing بشكل عام، الadministrative processing ماكو وقت معين لازم يجاوبوك على القضية.
يعني إذا كانت عندهم أسباب معينة وما قالوا لك هاي الأسباب المعاملة راح تطول. ففد شيء واحد تقدر تسويه، تحاول تسرع القضية ويجوز تنجح يجوز ما تنجح، أنه you involve a senator or congressman بالمنطقة اللي عايش بيها بالولايات المتحدة، وتخليهم يتراسلون ويا الأمبسي ويشوفون وين الخلل بالقضية. عادة الأمبسي راح تعطيهم جواب. ما بيقولوا لهم انه والله بس administrative process or case status، لانه ما بدي احد يعطيني case status، بدي give me reasons what's going on. بالضبط. فعلى الاقل اذا دي يراجعون فد شيء بالقضيه يجوز راح يقولون للكونغرسمن لو سنتر. تمام تمام شكرا. اوكي عفوا، موفق ان شاء الله. شكرا يزن، تحياتنا لك، نتمنى لك كل التوفيق. معنا احمد على الخط. مساء الخير احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك، تفضل أنت. عليكم السلام. الله يرضى عليك. أستاذي، إحنا جينا من إحنا يمنيين وجينا من السعودية، وكنا يعني كان عندنا يعني كنا هناك كنا في أعمال، وبعدين قدمتنا على أمريكا أنا وأهلي وأنا وزوجتي وابني على الولايات المتحدة كدراسة لغة. فلما جينا هنا صارت في يعني شوية مشاكل في الـ بالنسبة لأعمالنا في السعودية وكذا، وما يعني تقريبا يعني العودة إلى السعودية أو إلى اليمن both of them يعني صعبة كثيرة. فأنا سألت أنا هنا الناس ما عطونا أي يعني حاولت استفسر منهم ما عطونا أي خبر على الرجعة. فنصحونا ناس كثير إنه فتحت قبل أيام TBS، أو وفي ناس نصحونا إنك تقدم لجوء. فأنا مش عارف أي منهم أحسن لي ويعني لأهلي، وأيهم يعني وأيهم ما لهش عواقب يعني أخطر علينا، بس بالنسبة لنا كتقديم TBS أو 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 لجوء. أوكي، أنت حاليا الستاتس مالتك expired يعني؟ لا 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 student visa؟ لسه أنا على I-20. لسه للآي 20. أوكي. تقدر تقدم TPS لو لجو، أي وحدة إذا تستحق لجو. طبعا أنت راح تستحق الـ TPS، يعني تقدر تقدم على الـ TPS، ماكو أي مشكلة، راح يعطيك رخصة عمل بالـ TPS. بس اللجوء يعني لازم تفكر تشوف إذا تستحق لجوء. مو كل شخص راح يستحق لجوء. تعتمد على القصة مالتك، شنو أسباب ما تقدر ترجع اليمن. انت ماكو ما يفرضون عليك انه ترجع للسعودية حتى لو اذا كان عندك اقامة. ما يقدرون يرجعون الشخص البلد اللي كان عند بي اقامة، بس البلد اللي عنده بي جنسية. يعني اكيد هسه الاقامة مالتك ساقطة للسعودية، فلازم يرجعوك لليمن. واذا اكو اسباب انت ما تقدر ترجع اليمن، اسباب تستحق بها لجوء، راح تقدر تقدم لجوء. إذا ماكو هاي الأسباب وتحتاج تقدم على TPS، تقدر تقدم على TPS وراح تحصل رخصة عمل. طيب هل لو قدمت TPS بعدين ما يحق لي عاد أقدم لجوء إطلاقا؟ اللجوء، أي شخص يقدم اللجوء لازم يقدم خلال سنة من وصوله للولايات المتحدة، بس إذا أكو يسموها chain circumstances لو extraordinary circumstances، مثل الشخص عدى lawful status مثل الـ F1. فحتى لو إذا أنت صار لك أكثر من سنة بالأمريكا وما قدمت لجوء، راح بعدين إذا الـ status مالتك يصير expired، لازم تقدم اللجوء خلال فترة قصيرة، بس عندك كم شهر يعني تقدم على اللجوء، reasonable time يسموها. أنا أقصد الآن لو قدمت TPS هل يحق لي أن أنا أقدم لجوء بعدين مثلا أو لا؟ نعم، واحدة ما تأثر على الثانية، بس الفترة تأثر. إيش قد تنتظر قبل ما تقدم على اللجوء؟ فإذا تستحق لجوء المفروض تقدم، إذا ما تستحق لجوء قدم على TPS.
شكرا أحمد على اتصالك، أتمنى لك كل التوفيق. نذكر بأرقام الهواتف في الأستوديو 313-769-666-519-256-1023، أيضا على الواتساب 313-327-7074. نأخذ اتصال جديد معنا الزميل هيثم الدفاعي. سيد هيثم مساء الخير. مرحبا أستاذ رامي، مرحبتين، أهلا وسهلا، تحياتنا لك. ضيفك الأستاذ سام، أهلا سؤال الأستاذ سام، الله يخليك أستاذ سام. فالسؤال إذا ممكن، عندي أم زوجتي، أم زوجتي يعني عمرها تقريبا 70 سنة وهي بالعراق، شلون نقدر نجيبها هنا مثل زيارة؟ وهل إذا جت هنا زيارة نقدر نبقيها، نقدم لها أوراق مثلا؟ شكرا جزيلا. عفوا، شكرا لسؤالك. بس سؤال واحد راح. نعم. إذا زوجتك عندها جنسية أمريكية، راح تقدر تقدم لوالدتها على لم شمل، وهاي المعاملة تأخذ حوالي سنة ونص سنتين هسه بسبب الكورونا فيروس. بس راح تقدر تجي وتحصل جرين كارد للولايات المتحدة. بس إذا ما عندها جنسية زوجتك، يعني تقدر تحاول تقدم لها فيزا زيارة. مرات صعبة الأشخاص اللي عندهم أهل بالولايات المتحدة يحصلون فيزا زيارة. Actually يعني معظم العراقيين ما يطوهم فيزا زيارة، بس إذا تقدر تحصلها ورا ما توصل الأمريكا، بذاك الوقت الطريقة الوحيدة تقدر تبقى بيها بس إذا تقدم لجوء، لو إذا زوجتك تصير عندها جنسية وتقدم لأمها على adjustment of status، يعني على green card. لازم يكون في إثبات سام أنه عودتها إلى العراق راح يكون تهديد أو يمثل تهديد لحياتها في حال أنه قدمت على اللجوء، صحيح؟ صحيح. الشخص اللي يقدم على اللجوء ما يقدر يقول الوضع، يعني الوضع العام مو زين بالبلد وأني أخاف أرجع لبلدي لو ما أقدر أرجع لبلدي. هذا هذول أشخاص ما يستحقون اللجوء. لازم أكو سبب خاص بالشخص ليش يخاف يرجع للبلد، إذا كان متعرض على خطر قبل، لو تأذى قبل من الحكومة، لو من ميليشيات، لو هيك شيء، لو صار فد شيء ويخاف على حياته، لو حياة عائلته بهذا الشيء اللي صار، حتى لو إذا ما تأذى. يسموها fear of future persecution. نعم، نأخذ اتصال آخر. فيكتور معنا على الخط، مساء الخير فيكتور. اهلا مسكر. استاذ سيف، في ماي نيفيو خلق هون، خلق بامريكا وراح عاش كل عمره بسوريا، وهلا اجى لهون بدي اقدم لاهله معامله. ابوه وامه عنده اخ عمره 15 واخت 14. المعامله طبعا بتشمل الكل، بس قديش هو لازم يكون عمره بالضبط، 21 ولا 18 ليقدم لهم المعامله؟ لازم يكون 21 سنة يقدر يقدم. الأم أو أبوه لم شمل تأخذ المعاملة سنة ونص لو سنتين، بس يعتبروهم immediate relatives، معناتها ما لازم ينتظرون رقم فيزا. هاي للأهل. للأخوان، الأخو الأخت يقدر يقدم لهم معاملة بس لازم ينتظرون رقم فيزا. وحاليا للأخوان US citizens الانتظار حوالي 14 سنة. فالطريقة اللي راح تكون أفضل أنه يقدم الأم والأبو، وبعدين ورا ما يوصلون أم وأبو يقدرون يقدمون الـ أولادهم الباقين، ورا ما يصير عندهم green card يقدمون لهم، وهاي هم راح تأخذ حوالي سنتين. أنا فكرت أنه بتشمل الأولاد كمان لمن يقدم للأب والأم، مو هيك كان القانون ولا تغير ولا شو القصة؟ No, ما تغير، نفس الشيء. بس الشخص اللي يقدم الأبو أمه بس يقدر يقدم لهم الـ I-130 كimmediate relatives النفسهم. إذا عندهم غير أطفال ما رح يقدرون يجيبوهم وياهم، لأنه أكو category موجودة بس لل brothers and sisters of US citizens. هاي يسموها الـ F4 category، بس هي preference category، معناته لازم ينتظرون رقم فيزا، بس يطون 25 لو 35 ألف بالسنة لهالأنواع الفيز، وأكو انتظار 14 سنة حاليا بسبب الضغط على هاي الكاتيجوري. اللي دا تفكر انت بيها، إذا
انت تقدم لاخوك رح يقدر اخوك هو يجي ويا عائلته ويا اطفاله، بس النفيو مالتك ما رح دنقول يقدم لاخوه، ده يقدم لامه وابوه، وهاي الاميديت ريليتيف كاتيجوري ما يقدرون يجيبون اطفالهم وياهم بنفس المعامله. طيب بس يجوا الاب والام قديش تاخذ يعملوا معامله للاذر كيدز يعني اللي عمرهم 16 و14 هيك شيء، قديش تاخذ؟ رح تاخذ حوالي سنتين لانه هم ماينرز. الاب والام رح يقدمون الاطفال هم معامله، هم رح تكون بريفرنس كاتيجوري، بس حاليا ما بها انتظار هاي البريفرنس كاتيجوري، يسموها F2A. تاخذ سنه ونص وسنتين لانه التأخيرات اللي دا تصير عادة هي بس سنة واحدة تأخذ، بس حاليا التأخيرات بسبب كوفيد تخلي هاي المعاملة تطول سنة ونص لو سنتين. أوكي، آخر سؤال إنه هل لمن يقدم لأبوه وأمه الكلفة رح تكون كشخص واحد ولا لشخصين؟ شخصين، كل واحد إلى معاملة. كل واحد له. شو يريد يجيب؟ إخراج قيد أو شو كمان؟ نعم، كفكرة عامة هالنوع القضية تحتاج إثبات أنه هو عنده جنسية أمريكية، فالباسبورت مالته شهادة الولادة، شهادة الولادة راح تكون اسم أبوه أمه، وراح يحتاجون شهادة الزواج مال والدة ووالدته، وإضافة على الباسبورت نسخة للباسبورت مال والدة ووالدته، وهذا راح يكون كفاية. أوكي، ممنون كثير. شكراً فيكتور، تحياتنا لك، كل التوفيق. في الوقت المتبقي من هذه الحلقة فاضلنا تقريباً 5 دقائق، معنا سمر. مساء الخير سمر. مساء الخير. مساء النور، تفضلي، عندي 5 دقائق سمر، تفضلي. أوكي، مرحبا أستاذ، عندي سؤال بخصوص لم الشمل. نعم فضل. إذا الأهل حابين يسوون لم شمل، خلينا نقول طفل يعني ابن أو بنت متزوجة فوق 21 مع أطفاله، شنو المتطلبات والوقت اللي تحتاج المعاملة حتى تكمل إذا ممكن؟ العفو ما سمعت كل المعلومات، منو يريد يعني يقدم لهاي البنت؟ يعني الأم والأب حاملين للجنسية الأمريكية يحبون يقدمون للبنت اللي هي متزوجة وعندها أطفال وطبعا أكيد فوق 21 سنة. أوكي، يقدرون يقدمون لها اللم شمل، هي الفورم I-130. حاليا okay. هالنوع المعاملة تطول بين 11 و12 سنة قبل لا تقدر تقدم على فيزا. 11 إلى 12 سنة في حال طبعا يعني في حال إنه الأهل كبار بالعمر. ما ممكن تخلص المدة. ما راح يفرق. No. هاي نوع المعاملة بيها رقم معين يطون فيز أرقام فيز بالسنة. لأنه أكو ضغط عالي على هالنوع المعاملة الانتظار يكون 11 سنة لأنه أكثر من الرقم، خلينا نقول 25 أو 35 ألف ليطوها بالسنة، أكو خلينا نقول 350 شخص منتظر، فلهذا السبب الوقت ياخذ 11-12 سنة، وماكو أي واحد يقدر يسرع هالنوع المعاملة. يعني في حالة لا سمح الله وفاة أحد من الوالدين، هل هاي المعاملة توقف ولا تتكمل؟ العفو ما سمعتك. يعني في حالة لا سمح الله وفاة أحد الوالدين اللي هم اللي مسوين المعاملة، تتوقف المعاملة قبل 10 أو 11 سنة ولا تكمل؟ نعم تتوقف. لهذا السبب احنا عادة ننصح الكلاينت مالتنا إذا يريدون يقدمون معاملة لم شمل، إذا أكو أكثر من شخص يقدم خلي كل شخص يقدم، لأنه مثل ما قلت لا سمح الله أي شيء صار الواحد منهم على الأقل أكو معاملة ثانية تستمر. وممكن تعدد المعاملات، مثلا الأب يقدم والأم تقدم والأخت تقدم نفس المعاملة I-130؟ نعم، كل واحد يقدر يقدم I-130 والوحدة ما تأثر على الثانية ولا تتعارض مع تقديم على فيزة عمل؟ نو ما تأثر، تعتمد على فيزة العمل، أكو فيزة عمل الشخص ما مفروض يكون عنده فشي يسمونه immigrant intent، بس إذا مثل H-1B يقبلون عليه immigrant intent وهي الفيزة عمل، ماكو أي مشكلة ما يأثر على هاي المعاملة. شكرا سمر على اتصالك، نتمنى لك كل التوفيق. سام، وصلنا تقريبا إلى نهاية الحلقة، نترك الكلمة الأخيرة لك. شكرا رامي، وشكرا
مستمعين. ان شاء الله الكل بخير، وان شاء الله اذا عندكم اي استشاره تقابلون المكتب ونقدر نساعدكم بالاستشاره مالتكم. تحياتنا لك، ونذكر برقم الهاتف في مكتب المحاميه جمانه كيروس 248-557-3645. تحياتنا لك مره اخرى سام، نلتقيك الاسبوع المقبل ان شاء الله.